السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من خمس أشياء. الكثير من الألعاب بعد ما تقعد تجرب أفكار جديدة وتغامر بأشياء غريبة تحصل بأن اللاعبين ما يحبون هذه التوجهات الجديدة، فبعض المطورين حتى يرجعون يكسبون الجمهور مرة ثانية ويتذكرون جوهر اللعبة الأساسي اللي جذب الكثير، يقومون يعطونا لعبة تشبه بكثير لعبتهم القديمة الناجحة لكن بحلة جديدة. سلسلة Call of Duty حققت نجاح كبير مع الوقت، بحيث عطتنا حروب على أيام حرب فيتنام وحرب حديثة مع الأجزاء المحبوبة باسم Modern Warfare، وبعدين عطونا أجزاء مستقبلية أخذتنا للفضاء وغيرت من أسلوب اللعب بشكل كبير، لدرجة عشاق Call of Duty انقسموا وبعضهم حب طابع ألعاب الفضاء وشريحة كبيرة تجنبوا هذا الجزء الفضائي. وعشان كذا شركة Activision حرصت على كسب جمهورها وأعلنت عن جزء Call of Duty World War 2. مطورين اللعبة رجعوا للأجزاء القديمة اللي كانت تركز على أحداث الحرب العالمية الثانية وقدموها من جديد بشكل جدا مبهر. سيجا كانت من أكبر الأسماء في سوق الألعاب لفترة، وكانوا ينافسون سوني ونينتندو بأجهزتهم، وأحد أكبر الألعاب كانت سلسلة ألعاب سونيك اللي جذبت الملايين من اللاعبين في التسعينات بأسلوب لعبها السريع وموسيقاها الأيقونية. مع الوقت سلسلة سونيك قدمت شريحة كبيرة من الألعاب ثلاثية الأبعاد، بعضها ممتعة وبعضها ما حصلت شعبية كبيرة. في أجزاء قدمت أفكار غريبة مثل خلت سونيك يتحول بالليل زي الوير وولف، والثانية خلت سونيك يكون عنده خواتم سحرية، والكثير من الأفكار الثانية. فريق سونيك بدأ ينسى وش اللي جذب الناس لهذه السلسلة، وهنا جو مطورين كانوا يهكرون ألعاب سونيك القديمة حتى يحاولون يصنعون جزء جديد بنفس الشكل الكلاسيكي لكن بمراحل جديدة. وكانت أعمالهم مشهورة على الإنترنت لدرجة تواصلت معهم سيجا ومع بعض مع هذول المطورين عطونا أنجح جزء لهم وهو سونيك مانيا. سلسلة ميجا مان هي من أقدم وأشهر الألعاب لكابكوم، وتوفر لها أجزاء كثيرة وسلاسل فرعية مختلفة. بعد ما شتتت كابكوم بألعاب ثانية وخروج كيجي يونوفوني، فكانوا خايفين مرة بأنهم ينزلون لعبة ميجا مان جديدة، لكن في 2018 عطونا ميجا مان 11 وكانت مختلفة عن ما تعودنا عليه، بحيث تخلت عن رسوم الألعاب البيكسلي وعطونا توجه ثنائي الأبعاد ونص. والفريق اللي عمل عليها في كابكوم مو بس نجح في تقديم مظهر جميل للعبة، بل تصاميم الزعماء والمراحل الجديدة كانت متقنة مثل أجزاء اللعبة السابقة. سلسلة دونكي كونغ كونتري كانت من تطوير الفريق البريطاني رير في التسعينات، ووقتها أذهلوا الكثير بمظهر اللعبة، لكن فريق رير شرته مايكروسوفت ولا صاروا يقدرون يطورون لنينتندو. فهذه السلسلة اختفت لفترة طويلة من بعد أيام السوبر نينتندو حتى أيام الوي، اللي كشفت فيها نينتندو بأن سلسلة دونكي كونغ كونتري بترجع وبتكون من تطوير الفريق الأمريكي ريترو ستوديوز اللي عمل على سلسلة ميترويد برايم. وفريق ريترو نجح مبهر وقدم لعبة منصات ثنائية الأبعاد تتفوق على ألعاب ماريو ثنائية الأبعاد من ناحية الأفكار المقدمة إلى تصاميم المراحل المبهرة. وهذا النجاح انعكس لما رجع فريق ريترو مرة ثانية وعطانا جزء دونكي كونغ كونتري ريتيرنز تروبيكال فريز على جهاز الوي يو والسويتش. نجي مرة ثانية لكابكوم، الشركة اللي أسست ألعاب الرعب والنجاح في سوق الألعاب مع سلسلة Resident Evil. من بعد نجاح الجزء الأول والثاني لهذه السلسلة الكبيرة، اللعبة تشعبت وعطتنا أجزاء جانبية مختلفة، ومن بعد الجزء الرابع اللعبة بدأ يتغير ميولها وصارت أكشنية شوي مع الجزء الخامس، وبعدين مع الجزء السادس ضاعفت الأكشن لدرجة كبيرة ولا صار فيها أي طابع رعب أبداً. الجزء السادس ما كان سيء كلعبة أكشن سينمائية، لكنها ما مثلت اسم Resident Evil اللي نربطه بألعاب الرعب اللي نعرفها من كابكوم. هذا الكلام تغير طبعا مع الجزء السابع، بحيث تم تغيير أشياء كبيرة في اللعبة مع عودتهم إلى أفكار تصاميم اللعبة القديمة اللي جذبت الملايين من اللاعبين. الجزء السابع على عكس من الأجزاء الماضية كان من المنظور الأول، والحركة فيه شوي بطيئة وراح تكون محبوس داخل بيت مليان غرف تحتاج مفاتيح مختلفة. خلط عنصر جديد مع أساس اللعبة اللي خلاها تنجح بالماضي خلاها مميزة بشكل كبير. هذا غير أن اللعبة لو تلعبها بخوذة الواقع الافتراضي فهي تعطيك إحساس مختلف تماما عن اللعب بدون الخوذة. وهذه كانت خمس ألعاب عادت للماضي لتتألق من جديد. شاركونا بأسماء ألعاب رجعت لأجزائها القديمة حتى تعطينا جزء جديد مميز. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.